إذا للوقوف عند تفشي الفساد في مفاصل الحكومة في بغداد وقطاع النفط تحديدا، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. دكتور هلال، مرحبا بكم. يعني بحسب اللجنة المالية النيابية دكتور، العراق أنفق 100 مليار دولار على شركات النفط ولكن دون جدوى، كيف يمكن قراءة هذا الرقم الكبير الذي تم إنفاقه على قطاع النفط الأهم للاقتصاد العراقي والموصوف بأنه غير ذي جدوى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين والعاملين عليها. وموضوع الفساد في الإدارة الاقتصادية للبلد بشكل عام منذ 2003 ولحد الآن هي مختصرة في قضية أنه هناك مجموعة من اللصوص تسلموا أمر بلد غني مثل العراق، نعم، واستولوا على مفتاح الاقتصاد الرئيسي فيه، والتكالب الذي نسمعه على وزارة النفط تحديدا، ولمن تعطى ولمن تباع ومن الذي يبيع ومن الذي يشتري. نحن ككادر هندسي عملنا في القطاع الصناعي بالعراق نعلم بأن القطاع النفطي لديه إمكانية كبيرة من ناحية الكوادر الفنية والهندسية الذين أخرجوا تحت مسميات الاجتثاث وغيرها، ومن ثم تولت الأمور الأحزاب التي تقتسم الخيرات العراق بشكل أساسي على أساس المحاصصة الطائفية والمحاصصة الحزبية، الحد الذي وصل في أحد السنوات أنه يذهب رئيس الوزراء ليقسم موارد محافظة البصرة ما بين الأحزاب المتنافسة في البصرة، وهذا معروف. لا. الجانب الآخر أن العمليات التنمية الاقتصادية في القطاع النفطي تفتقر إلى الوضع مصلحة المواطن أو مصلحة البلد في المقدمة. عندما تكون مصلحة البلد في آخر ما يفكر فيه المسؤول، أي إن كان هذا المسؤول، أي إن كانت التوجهه، سوف يكون توجهه شخصي على الكسب الشخصي الفردي أو الحزبي، أو أن هذه الوزارة عندما تباع، لاحظ هذه الوزارات تباع، والمناصب تباع بملايين الدولارات، لا يقبل عاقل بأنه الذي يدفع 50 أو 30 أو 40 مليون في وزارة معينة مزاد. نعم. يعني أنت تتخيل في دولة ما يعلن مزاد لمن يدفع أكثر ليستلم المنصب الفلاني. من هنا حقيقة الأرقام التي تذكر 500 مليار، الأرقام التي الحقيقية أنه لو جمعنا الواردات النفط منذ 2003 ولحد الآن مع ما تحقق في من مشاريع في هذا القطاع على النطاق المحلي، لوجدنا أنه المؤشر الأساسي هو أنه معظم أو جل صادرات النفط وواردات النفط أولا هي غير حقيقية، لأن هناك مشكلة أيضا ليس في المباع وإنما حتى في العدادات في التهريب، في تهريب النفط هناك عصابات منظمة من الأحزاب والميليشيات تسيطر على منافذ محددة تقوم بتهريب النفط الخام، وهناك أيضا الأشياء أكثر من هذا أنه تباع كميات لصالح إيران من النفط العراقي أثناء فترة الحصار على إيران. إذن نحن نعمل ضمن منظومة سرقة منظمة حقيقة استولت على القطاع النفطي. أما قضية التراخيص وجولات التراخيص والشركات والفساد فهذا أصبح طيب. يعني يزكم العنوان. نعم دكتور. تخيل أنه شركة أمريكية قبل أيام يعني في وعلى النطاق الشخصي يقول نحن لدينا قرار بعدم التعامل مع وزارة النفط العراقية أو أي شركة تعمل في العراق لأننا لا نريد أن نخسر سمعتنا، وهذا طيب. موجود وموثق. إذن إلى أي مدى وصل الحال أنه النفط اللي هو العصب الاقتصادي الأساسي في العراق لا يعتمد سعر النفط، لا يعرف العقود التي أبرمت مع الشركات الأجنبية، الشركات الأجنبية تفرض عليها أتاوات وهي لم تقدم شيء،
القطاع النفطي في العراق منذ أن تأسست شركة النفط الوطنية العراقية في ثلاثينات القرن الماضي ولحد الفترة الأخيرة كانت لديها كوادر هندسية هي تقوم بالتطوير والكشف والتنقيب. لماذا نعتمد على الشركات الأجنبية؟ كانت وزارة النفط ونحن في هذا القطاع وقريبين عليه نعرف أن هناك خبراء النفط الذين يقومون بالتعاقد مع الشركات الأجنبية على القضايا التقنية المحددة. لما كانت هناك دولة وكانت هناك سياقات وكانت هناك المصلحة الوطنية فوق كل الأمور الأخرى وكان هناك المحاسبة لأنه من أمن الحساب أساء الأدب، فما بالك بعصابة هم كلهم سراق. الشيء الذي أريد أن أؤكد عليه الآن، رواتب الموظفين في وزارة النفط استدانتها الدولة العراقية بانهلالين من اللصوص والحرامية الذين كلهم كانوا لا يملكون شيء قبل 2003. عندما يقوم اللص باقرار الدولة يجب أن تضع مليون علامة استفهام من أين لك هذا المال التي أصبح نعم دكتور. اللصوص يمولون الدولة، فتخيل إلى أي مستوى وصلنا، ليس على مستوى النفط، على مستوى كل الوزارات الأخرى دمر كل العناصر الاقتصادية الوطنية اللي يعتبر العراق رقم 9 بالعالم بالمواد الاقتصادية في العالم. نعم دكتور. عالميا وهذا مسجل. من عمان الكاتب والباحث السياسي هلال الدليمي، شكرا جزيلا لكم.